صدى الشارع. بدنا نعرف شو اللي عم يصير. ايه راح تأثر. رأيي ما راح يتغير شيء. طبعا لم تحدد احداث. والله ما بعرف رأيي شو لسه. اي طبعا. لا. انا متفق معها 100%. اكيد لا. صدى الشارع. صدى صوتكم. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك. أيام تفصل الطلاب من العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا، هذه العودة التي تترافق مع فقر وغلاء وحال معيشي متردي لدى النسبة الأوسع من السوريين. نسأل في حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع قبل أيام، يعني 4/9 يفترض بأنه يكون اليوم الأول من العام الدراسي، نسأل كيف تدبر العائلات السورية المستلزمات المدرسية؟ ما الذي يفعله السوري الذي يتقاضى 100,000 ليرة سورية وهو متوسط تقريبا الدخل الشهري للسوريين؟ ما الذي يفعله ليشتري حقيبة مدرسية بربع راتبه تقريبا 25,000 ليرة سورية؟ ما الخيارات المتاحة اليوم لدى العائلات السورية؟ ما انعكاس هذا العجز الموجود عند النسبة الأوسع من العائلات السورية انعكاسه على الأطفال؟ هل تأمين المستلزمات اليوم الجديدة ممكن ومتاح أم أن الاعتماد على أغراض مستعملة، على أغراض قديمة، أم أن العائلات ربما تلجأ لأي طريقة لتأمين ما يحتاج الطفل قبل دخوله المدرسة بالدين ربما أو بسلفة أو يعني الاقتطاع من المستلزمات الغذائيات اليومية على سبيل المثال في سبيل تأمين ما يلزم الطالب قبل دخول المدرسة؟ إذن هذا هو موضوع نقاشنا لحلقة اليوم من برنامج صدى الشارع. إذن بانتظار استقبال اتصالاتكم أخبرونا حسب اطلاعكم، حسب أيضا تجربتكم الشخصية، أيضا لمن يقيم ربما في تركيا وإن كان موضوع النقاش في سوريا، حسب ما تسمعونه من أقاربكم من محيطكم، رأيكم أيضا كيف اليوم يمكن للعائلة السورية بأن تتدبر أمرها بأن توازن من ناحية المصروف وهذا الذي يوصف بالعبء قبل العام الدراسي. هناك عائلات لديها 4 و5 أطفال، كيف يمكن بأنه تدبر أمرهم؟ أيضا في تركيا ربما ما هو الحال وإن كان بدرجة أقل، إذا رغبتم بأنه تتحدثوا وتقارنوا بين السابق وبين الحالي، كيف كان الأب والأم يتدبروا أمر المستلزمات؟ ما الذي تغير اليوم في 2022؟ في ظل الوضع الاقتصادي المتردي 90% من السوريين تحت خط الفقر، الغلاء المعيشي، الدخل المحدود لدى النسبة الأكبر من العائلات السورية. أرقام الاتصال أذكر بها، واتساب اتصال ورسائل 0-90-35-052-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65. إذن ريثما نستقبل اتصالاتكم، لا تترددوا، هذه المساحة بالكامل هي لسماع آراء المتابعين والمتابعات حول موضوع النقاش. يعني رصدنا بأنه في حالة من الترقب،
حالة من يعني في عبء اليوم على العائلات، حالة من التفكير لدى السوريين قبل بدء العام الدراسي، كيف نتصرف، ما الذي نفعله، ما الخيارات المتاحة، هل نشتري عدد قليل من الدفاتر ونأجل الباقي للنصف الثاني من العام الدراسي، كيف تتعامل المدارس، هل هناك تقدير من قبل المعلمين والمعلمات، أيضا الكوادر الإدارية لأحوال الناس، أم أنها أيضا ترهقهم أكثر بأنه لا بدنا جديد ما بدنا قديم، ممنوع كتب عليه في العام القادم، أنت بحاجة بأنه تشتري كتب جديدة، هل موضوع المبادلة اللي اعتادت عليه عدد من الأسر السورية بأنه خلينا نلبس لبسك السنة للبس أخوك بالسنة القادمة، معليش إذا أخذت شنطة أخوك اللي لبسها السنة الماضية ما لنا قدرانين نشتري لك لبس هاي السنة لأنه ما في مصاري، هل الأطفال عم يتقبلوا هذا الأمر أيضا؟ كل هذا هو موضوع نقاشنا. أيضا سألنا سوريين في مدينة القامشلي بالتزامن مع التجهيز للعام الدراسي الجديد، سألناهم حول أمرهم، كيف يتدبرون أحوالهم. أيضا هذه الأسئلة اللي من الممكن بأنه نناقشها في حلقة اليوم، وسنعرض الاستطلاع في الحلقة، وأيضا سنحاول بأن نذكر عدد من المعلومات حول الواقع الاقتصادي في سوق المستلزمات المدرسية في مناطق سيطرة النظام في مناطق شمالي غربي سوريا. مراسلو روزنا قالوا بأنه هناك اعتماد إلى حد ما لدى نسبة لا بأس بها من السوريين على ما تقدمه الجمعيات من ناحية المستلزمات المدرسية، الحقائب، القرطاسية، هناك أيضا حالات كفالة لأطفال أيتام بإكمال عامهم الدراسي. هذا هو الواقع تقريبا في سوريا. عدد من السوريين وصفوا ما حصل بأنه من خلال الاستطلاع بأنه عبء، وهناك حالة عاجز، لا يعرفون كيف يتدبرون أمرهم. قالوا بأنه الأطفال هم الضحية بكل هذا الأمر، الطفل لا يفهم، الطفل يريد حقيبة أعجبته هذه الحقيبة، قد لا يستطيع والده أو أمه بأنه تشتريها له، مهمة أيضا إقناعه بأنه عليك بأن تقبل بحقيبة قديمة، بثياب قديمة، بثياب ليست لك، بنصف دفتر لم تستخدمه بالعام السابق. هذه المواضيع التي نود أن نستمع منكم أنتم رأيكم فيها. أذكر مرة ثانية بأرقام التواصل 0993502538، واتساب اتصال ورسائل، واتصال أرضي من تركيا 0854447065. صحيفة الوطن ذكرت في تقرير لها بأنه رصدت أسعار المستلزمات المدرسية خلال جولة على بعض الأسواق والمكتبات. المريول المدرسي ذو النوعية المتوسطة سعره 22,000 ليرة، والجودة المنخفضة 18,000 ليرة، يعني تقريبا خمس دخل العائلة السورية اللي متوسط دخلها 100,000 ليرة. السدس تقريبا إذا كان دخلها 150,000 ليرة. سعر الحقائب تراوح بين 40,000 إلى 75,000 ليرة سورية. أما حقائب الأطفال الأعمار الصغيرة وصل سعرها إلى 35,000 ليرة سورية. يعني إذا طفل بدك تجيب له بس حقيبة ومريول جديد أنت بحاجة، إذا تأخذ أقل شيء بحاجة ل50,000. هذا لا يتوفر لدى النسبة الأكبر من العائلات السورية، خاصة في عبء آخر وهو تأمين المستلزمات اليومية، يعني الأساسي من المستلزمات اليومية.
القميص المدرسي حسب الوطن للإناث والذكور تراوحت أسعاره بين 20-40 ألف، البنطال الرمادي والكحلي 40 ألف، الجينز اللي يلبس تحت المريول 20 ألف، الأحذية بين 20-25 ألف، سعر الدفتر 200 ورقة 5500 ليرة سورية وينتهي ب 7000، أقلام الرصاص 4500، أقلام الحبر تراوح سعرها بين 7-10 آلاف، المقلمة بين 2500-20 ألف ليرة سورية. السورية للتجارة عبر صالاتها طرحت أسعار أقل، وكان في تنوع أيضا بالماركات والأصناف. المريول وصل سعره ل 3000 مقارنة ب 18 ألف أو 22 ألف خارج الصالات، وهو صناعة شركة حكومية حسب جريدة الوطن. القميص 4000، البنطال 3000، الدفاتر بألف، يعني تقريبا الأسعار يعني تنخفض بقيمة 50%-80% ببعض الأحوال. العائلات بدأت تتجه إلى هذه الأسواق. هناك أسواق رديفة أيضا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في كل سنة هناك يعني أسواق تفتح لهذا الغرض لبيع المستلزمات بأسعار أقل من الموجودة والمعروضة في السوق المحلية. أيضا السورية للتجارة عرضت على العائلات بأنه تأخذ قرض قيمته 500 ألف ليرة سورية للعاملين بالدولة، وهذا هو السقف، ومن دون فوائد. حسب تقرير صحيفة الوطن، منال هي أم لأربعة أولاد، تقول بأنه تحتاج إلى 850 ألف ليرة سورية لتأمين المستلزمات المدرسية لأبنائها الأربعة، وهي تختار الألبسة والقرطاسية من النوعية الجيدة. أستاذ الاقتصاد شفيق عربش قال لصحيفة الوطن بأنه ينتقد البضائع والمواد الموجودة في الصالات الحكومية، واصفا مؤسسة السورية للتجارة بأنها كذبة كبيرة، مستذكر ما قال وزير التجارة المداخلية في إحدى الورشات بأنه هذه المؤسسة تعد أكبر سلسلة ماركت في العالم، تتضمن 1600 صالة موزعة على كامل الجغرافيا السورية. أضاف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عربش، هذا يعني أن تكون هذه المؤسسة قادرة على تنمية السوق، ولكن هذا كلام نظري ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع. دوما أذكر بموضوع نقاشنا لحلقة اليوم، لمن انضم إلينا الآن، نتحدث عن التجهيز للموسم الدراسي الجديد، كيف تدبر العائلات السورية أمرها لتأمين المستلزمات الدراسية لأطفالها في ظل الغلاء، في ظل الفقر، في ظل يعني الانعدام الحال لدى نسبة واسعة من السوريين، كيف يستطيعون تأمين أمورهم؟ ماذا عنكم أنتم من تستمعون لنا، من تشاهدون أيضا، تجاربكم أو تجارب محيطكم أو من تعرفوا، ما الذي تبدل مقارنة بالسابق؟ هل فعلا كانت الأمور ميسرة أيضا سابقا، أم أن الحال على ما هو لكن الأمر ازداد صعوبة؟ واتساب اتصال ورسائل 09-35-052-38 واتصال أرضي من تركيا 0854-47-65. أيضا رح نعرض خلال الحلقة استطلاع رأي أجريناه في مدينة القامشلي حول موضوع الحلقة اليوم. أيضا في تقرير لصحيفة الوطن قالت بأنه رصدت، يعني بعد التقرير اللي نشرته قبل أيام حول الأسعار، قالت بأنه خلال جولة على منافذ بيع السورية للتجارة رصدت شكاوى كثيرة بنقص الدفاتر، وأيضا
نفذت مادة الدفتر المدرسي من بعض صالات السورية للتجارة التي طرحتها المؤسسة في الموسم. هذه الأسعار اللي تصل مثل ما ذكرنا أقل ب 50% نتيجة الإقبال الكبير نفذت. حسب زياد هزاع مدير المؤسسة السورية للتجارة قال بأنه الإقبال الشديد على الدفتر فاق توقعات المؤسسة، حيث وصلت المبيعات يوميا في بعض الصالات إلى 24 مليون ليرة تقريبا. أوضح بأن المؤسسة وقعت عقدين، الأول بقيمة 1 مليار ليرة والثاني بقيمة 0.5 مليار لطرح الدفتر المدرسي في صالاتها، ورغم ذلك نفذت المادة في بعض المحافظات التي عرضت المستلزمات المدرسية مبكرا، وخاصة دمشق وريفة ودير الزور وحماة. ولفت بأن الكميات المباعة خلال الأيام القليلة الماضية كان معها أيضا المتبقي من المادة في الأرصدة من العام الفائت. إذن أيضا هناك مشكلة في المستلزمات اللي سعرها أقل من السوق، طرحت بكميات قليلة. يقول بأنه فاقت التوقعات، ربما كانوا متوقعين بأنه العدد يكون أقل، لم يكون هناك دراية بأنه النسبة الأكبر من العائلات ستتجه إلى هذه الأسواق. يعني أيضا هناك انتقاد كما ذكرنا للمؤسسة وعملها من قبل دكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، ريثما يجهز الاستطلاع اللي من القامش. لأذكر بأسئلة الحلقة، كيف يدبر الأهالي مستلزمات عائلتهم؟ هل يتأثر تعليم الأطفال بهذا العجز والصعوبة بتأمين المستلزمات؟ ما الذي تغير حاليا مقارنة بالسابق بموضوع تأمين المستلزمات؟ كيف تؤمنون أنتم مستلزماتكم؟ راح أشوف إذا الاستطلاع جهز مع عقبة في الكنترول. ريثما عقبة يضيف لنا الأسعار تقريبا أيضا في مناطق الخارج عن سيطرة النظام ليست بعيدة عن المناطق في دمشق وغيرها حسب ما رصد تقرير الوطن. هناك في عزوف من قبل الأهالي حسب ما أخبرني المراسلين، لا تأمين هذه الاحتياجات، يعني يتدبرون أمرهم بما هو متوفر في المنزل، إما لطالب قديم في العيلة أو لاستعارة من صديق من قريب، أو بالحفاظ على ما يتوفر لدى الطفل. ثيابك هي ذاتها، حقيبتك هي ذاتها، ربما لا تستطيع أيضا العائلة، هناك عائلات لا تستطيع بأنه ترسل أبنائها إلى المدرسة بسبب أنه ما في. يعني شاهدت أحد التقارير للجمعيات العاملة في إدلب مع عمال في الساحة، ذكر له بشكل واضح وصريح الأولوية اليوم، هل أطعم أطفالي أم أعلمهم؟ يعني توفر الغذاء للعائلة غير متاح، وبالصعب بأنه نؤمن ما يلزم العائلة بأن تأكله، فكيف لنا بأن نرسلهم للمدارس وبأن نشتري لهم؟ فبالتالي لا نرسلهم لأنه الأولوية بأن نطعمهم وإطعامهم غير متوفر. جهز الاستطلاع، نذهب إلى القامشلي. استطلاع أجرى حسن حسين، نستمع لما قاله السوريون حول تدبر أمرهم من ناحية تأمين المستلزمات المدرسية، ومن بعدها نكمل الحلقة. ايش الامن؟ لا نامن ولا اشتري، ما بي عمله، ما بي شغل بالبلد، كل شيء صار غالي. ارتفاع الدولار، ايش دخلوا بالقلم؟ ايش دخلوا بالكتاب؟ ايش دخلوا بالدفتر؟ شو بده واحد يتحمل؟ يتحمل يوم عامل عم يشتغل براتب 20,000 25,000، هذا شو بده يظبط شنطاي؟ يوم الشنطاي 70,000، بدك يومين ثلاثه قبل ما تشتري شنطاي. انا واحد ما بعرف، واحد يحتار شو بده يحكي. يعني الملتزمات المدرسيه يعني صايره عبء، يعني زيادة عن العالم.
يعني شيء ثقيل يعني فوق 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 طاقتنا فوق طاقتنا يعني. اي صعب كثير يعني اللي صاير الشنطه بهذيك الحسبه والدفاتر غليانه كثير وصراحه يعني كثير صعب. ونحن كمان قدر الامكان راح نحاول مثلا ندبر حالنا بشيء قديم واذا فينا ندين شيء يعني عدا هيك كله صعب والله. دفتر اللي كان 5 صار ب 10 والب 10 صار 15. الشنطه ب 5000 صار ب 10 ابو ال 10 صار ب 20 والله يعين العالم. ما يعني اللي يلزمه 5 دفاتر ياخذ دفترين يقسمه. بالنسبه للطفل لما تيجي تفرض عليه مثلا هو بده مثلا كذا شغله ولما تقول له بابا مثلا بلاها او غالي او ما اقدر يصير عنده حاله نفسيه شوي هيك يعني كسر نفس بالنسبه للطفل. بشكل عام اذا قارنا لتشوف الاسعار اسعار غالي كثير مو مناسب ابدا لدخل الفرد. هلا عند السنوات الثلاثه في مشكله في 15 ل 60 الف كمان في مشكل يعني في ب 35 في ب 38 في ب 40 في ب 25 مشكل يعني. قله من المواطنين الذين لهم دخل عالي يؤمنون مستلزمات المدارس، اما بقيه المواطنين فيعتمدون على النسخ القديمه او النسخ الباليه من الكتب الدراسيه. هذا هو ما نعانيه. طبعا ظروف صعبه يعاني منها جميع سكان سوريا. صاروا 33 بلباس هذا يروح كتب قديمه بياخذ وش يسوي. والمعلميه كمان يعني مساهمين الوضع يعني المصيبه يعني كلها من 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 كيس الاطفال. يعني الاطفال هن ينظلموا بهالشيء هذا. يعني قبل كنا نامل كل شيء، هلا لا في دراسه وكل يعني عاده هيك كله صعب صار. المدارس الخاصه ما يعني ما بيتقبلوا اذا اخذنا شيء من السنه الماضيه ورجعنا السنه اللي بعده قدمنا. يعني عرفت شلون؟ يعني كان كتب يعني ما يقول لا بدنا اياهم جديد لانهم محلولين وكذا. يا اخي ما في قدره، ما في يعني عرفت شلون؟ يعني بننجبر نروح نشتري من اول وجديد، نشتري جديد دفتر دفترين صار تشتري دفتر واحد لتقضي حاجه الاولاد بالفصل الاول على الاقل. اما بالنسبه للقديم كان تشتري على راحتك. اما هلا صار الدولار كثير غالي والاسعار كثير غاليه وجشع التجار بالدرجه الاولى. يعني عيف سعر الدولار هذول غالي، بس طمع التجار صار فائده الربح كثير كثير غالي. يعني الشنات العام عم يجوا يخيطوه والدفاتر اللي راح نص ما يكبوا يقطعوا يدفشوا حالا بالثاني. فال يعني ايش مساكن ايش يتقبلوا الامر؟ اهاليهم على مستوى معيشتهم ياخذوا يعني شغلات خفيفه سعر خفيف شيء كويس العالم ما عم ياخذوا لانه غالي كله صار بالدولار وش اسمه. كنا السنه الماضيه كنا ب 100,000 صرنا ب 400,000. هاي ايجا يعني هذا المدارس خاصه مع عدم التزامات دفاتر اقلام والى اخره. لا 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 ما بتقبل، بدهم جديد. اليوم كتاب الولد ما عم يريد جديد، عم بحس حاله ناقص يوم ياخذه مستعمل او من رفيقه او من صديق. القرطاسيه عندك كمان دفاتر في عندك من 2500 من 2000 وانت طالع ل 11 ل 12000 مثلا. الاقلام الرايل الحياة كل مستلزمات القرطاسيه كمان يعني اسعار تبلش من 500 ل 1000 و 1500 ل 2000 يعني بشكل اسعار. إذن استمعنا لعدد من الإجابات على موضوع النقاش في حلقة اليوم من مدينة القامشلي، الاستطلاع الذي أجراه الزميل حسن حسين. يعني حسب ما استمعنا وشاهدنا بأنه هناك ظروف صعبة تمر بها العائلة السورية هذه الأيام. هناك عائلات تلجأ للدين، عائلات تلجأ لاستخدام ما هو قديم، عائلات تحاول بأن تدبر أمرها. ربما أيضا الأمر في القامشلي مركب التعقيد كون الاعتماد بدرجة كبرى على المدارس الخاصة، كما أيضا استمعنا في حلقة نقاش بنبض البلد في الفترة الصباحية مع الزميلة نيلوفر يوم أمس. هذا كله يضاف على أيضا حالة المتسربين من المدارس، الأطفال العاجزين عن دخول المدرسة. كل هذا يعطي مؤشرات حول مستقبل سوريا الذي
كثيرا ما يتم الحديث عنه. في دراسة مثلا لوحدة تنسيق الدعم في شمالي سوريا ذكرت بأنه 44% من الأطفال في سن الدراسة هم خارج المدرسة. تقريبا 518 ألف طالب سوري في شمالي سوريا أو طفل هم خارج المدرسة متسربين. أيضا هناك عدد من الطلاب تشير تقديرات حكومية في النظام السوري بأنه خلال 10 سنوات هناك تقريبا 1,000,000 طفل سوري تسربوا من المدارس خلال 10 أعوام الفائتة. هناك تقريبا 4,000,000 طالب من الابتدائي إلى الثانوي في كل سنة بمناطق سيطرة النظام السوري. كل هذه الأرقام تشير إلى الحالة التي تعيشها العائلة السورية اليوم مع بدء إعلان العام الدراسي. راح أشوف إذا في تعليقات على البث المباشر في حلقة اليوم. وأيضا كنا سألنا على الفيسبوك إذا يعتبرون المتابعين ومن شارك بالتصويت بأنه تدبر المستلزمات المدرسية بالنسبة للعائلة السورية هو أمر معقد وصعب ولا أمر يعني ممكن ومتاح أيا كانت الطريقة. سعد هباش أو سيد هباش كتب الله يكون بعون الشعب. أبو محمد كتب الله يكون بعون الناس اللي عندهم أكثر من طالب. كاتيا كتبت من خلال حديثي مع أقاربي الأسعار خيالية ومثل ما حكيت محمد أضعف وأسوأ الأنواع. 30,000 للشنطة المدرسية. كثار من الجمعيات المحلية عم يوصلها تبرعات وعم توزع للأهالي قرطاسية. ناس كثار عم يجيهم دعم من أولادهم وأخوتهم المغتربين. الوضع كارثي. هناك فعلا اعتماد على الجمعيات الخيرية على المنظمات الإنسانية أيضا على ما يرسله المغتربون. يعني يعلم الابن أو الصديق أو القريب بأنه حال العائلة التي يعرفها بسوريا أو عائلته في سوريا صعب في هذه الأيام قبل بدء العام الدراسي. فيعني تبدأ المساعدات في هذه الأيام عبر إرسال مبالغ مالية أو عبر إرسال مبالغ للجمعيات لتوزعها كقرطاسية وأيضا حقائب مدرسية للطلبة قبل بدء العام الدراسي. قبل ختام حلقة اليوم أذكر بنتيجة الاستطلاع وأخذ قبل اتصال من محمد الخطيب. محمد أرحب فيك على هوا راديو روزنا. بقي معي دقيقتين. تفضل رأيك بموضوع النقاش بحلقة اليوم. أنا قلت نسيت. أهلا. لا والله بس انتبهت على الاسم الآن. ولا يا مرحبا. تفضل. أهلا أهلا. والله حال أهلنا بسوريا وبالشمال السوري تحديدا صعب جدا. يعني خصوصا اني كنت عم احكي مع احد اقاربي امبارح عم يقول لي انه حط الشنطه تقريبا يعني اقل سعر ممكن ياخذ اي شخص بال 20 25. للاسف المشكله اللي صايره انه التضخم العالمي اللي صار الرواتب اللي عم ياخذوها ما بتغطي معيشه اكل وشرب، فما بالك انه هي كمان كمصروف ودخل اضافي لحتى يشتروا فيها قرطاسيه او حتى شنطه او مدارس. ف أنا بقول لك شغلة، يمكن أغلب الناس اللي موجودة في سوريا عم تعتمد على الأشخاص المغتربين اللي هي موجودة خارج سوريا لحتى تساعدهم أو بغض النظر عن أشياء ثانية غير المنظمات اللي ما عم تلحق حتى إن الدعم اللي بيوصله إن تلحق مثلاً ناحية الطعام اللي بتعملهم إلى آخره. فهي القصص كمان حتى إنه العام الدراسي لازم يكون محسوب حسابه من قبل، خصوصاً إنه التضخم العالمي اللي صاير هو بداية السنة أو خلينا نقول بنصف السنة. فأتوقع لازم يكون في تهيئة من قبل لهذا الموضوع لحتى ما يكون في أزمة شراء القرطاسية أو حتى اللباس الشعب. فبدعو جميع المنظمات إن شاء الله هيك يكونوا إيد واحدة بهذا الموضوع لحتى يقدروا يغطوا تكاليف القرطاسية والاحتياجات اللي يحتاجها الأهل في المنطقة.
أشكرك جزيل الشكر على اتصالك محمد وعلى النقاط اللي أثرتها، وربما دعم أيضا يعني الدولة أو الحكومة أو القوى اللي موجودة لهذه يعني كما ذكرنا ما هو حاصل بالسورية للتجارة بأنه يكون في خيارات أمام المواطنين، لكن مع توفير الكميات اللازمة خاصة مع التوقع بأنه النسبة الأكبر ستتجه إلى هذه السوق، ربما أيضا دعم العائلات الأشد حاجة بمبالغ مالية وإن كانت المقارنة ربما أسوة بما يحصل بعدد من الدول في العالم. قبل بدء العام الدراسي هناك مبلغ من المال يقدم للعائلة لتأمين المستلزمات كي لا يشعر الطالب بالفرق عند دخوله للصف، كي لا يشعر الأهل أيضا بعبء إضافي وقد يضطرون لعدم تأمين كافة المستلزمات لأطفالهم، وهذا أيضا كما ذكر أحد المشاركين في الاستطلاع له آثار نفسية على الطفل. أذكر بنتيجة الاستطلاع اللي طرحناه عبر فيسبوك، 64% ممن شاركوا في التصويت اعتبروا بأن عملية تدبر العائلة لتأمين المستلزمات المدرسية هي عملية معقدة وصعبة، بينما قال 36% بأنه هي متاحة وممكنة وإن اختلفت الطريقة. إذا النسبة الأكبر ذهبت بأنه الأمر معقد وصعب. أشكر لكم حسن الإصغاء وأيضا الاستماع أو المشاهدة لمن شاهدنا. أترككم بعد نصف ساعة تقريبا من الآن مع الزميلة ليلى ببرنامج ميكروفون. تقبلوا تحياتي أنا محمد الحاج وفريق العمل في صدى الشارع، نلقاكم يوم الجمعة القادم بموضوع نقاش جديد. دمتم بخير. صدى الشارع، صدى صوتكم.